مثل أبو صالح مبين ماخذن على المراتب وعن مواقف أبو صالح تكسر طوال الشوارب ما سلك درب المصالح حاضر في كل واجب انطلق ترجمة الأفكار اصعد ما وابدع الأشعار انطلق ترجمة الأفكار اصعد ما وابدع الأشعار واقدح سطر وارعب الشعار والأول أخذه بالراحة على القمم رافع الراسي شاعر ومعروف وسياسي وإن جت على الشعر لا باسي بديق فلاه ومفتاحة واللي ينافس على القمة يرجع ورا دامني خصمه واجبها طرق عن خشمه إن جت تحدي على الساحة واثني على أمداح بلي كل مدح يستحقه ويش أقول ويش أخلي والله إنه فيه حقه واذكر الله له وبارك يوم اعتمد القرار من طناخة جيت أشارك فرحته وقت الزيارة والمناصب ما يعين غير كفو إلا المناصب مثل أبو صالح مبين ماخذن أعلى المراتب وعن مواقف أبو صالح تكسر أطوال الشوارع ما سلك درب المصالح حاضر في كل واجب فاتح بابه وبيته للرجال اللي يجونه قبل جر معروف صيته وانطنخ يعطي عيونه أشهد انه طير شلوه بالمواقف الكبيرة من كثر والله ما سواه ينعرف في كل ديرة اسمه وكل انتفاخر فيها وان جت للفعايل فزعة الدكتور ناصر مثل همل المخايل الاعتزوا مي العقالة يفعله وتسلم يمينه ولو ترسل له رسالة يقضي اللازم بحينه مدهل كل النشامة الشدايد تعتزي به والله ياما وياما يذكرون الناس طيبة من طلق ترجمة الأفكار اصعد سما وابدع الأشعار واقدح سطر وارعب الشعار والأول أخذه بالراحة على القمم رافع الراسي شاعر ومعروف وسياسي وإن جت على الشعر لا باسي بديق فلاه ومفتاحة واللي ينافس على القمة يرجع ورا دامني خصمه واجبها طرق عن خشمه إن جت تحدي على الساحة واثني على أمداح بلي كل مدح يستحقه ويش أقول ويش أخلي والله إنه فيه حقه واذكر الله له وبارك يوم اعتمد القرار من طناخة جيت أشارك فرحته وقت الزيارة والمناصب ما يعين غير كفو إلا المناصب مثل أبو صالح مبين ماخذن أعلى المراتب وعن مواقف أبو صالح تكسر طوال الشوارع ما سلك درب المصالح حاضر في كل واجب فاتح بابه وبيته للرجال اللي يجونه قبل جر معروف صيته وانطنخ يعطي عيونه أشهد انه طير شلوه بالمواقف الكبيرة من كثر والله ما سواه ينعرف في كل ديرة اسمه وكل انتفاخر فيها وان جت للفعايل فزعة الدكتور ناصر مثل همل المخايل اعتزوا مي العقالة يفعله وتسلم يمينه ولو ترسل له رسالة يقضي اللازم بحينه مدهل كل النشامة الشدايد تعتزي به والله ياما وياما يذكرون الناس الطيبة والله ياما وياما يذكرون الناس الطيبة.